دايما بنتابع كل جديد بيخص صحتنا، وبالمناسبة دي انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي رقم 15 للجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم ديا ايجيبت، وده الاستعراض ومناقشة آخر التطورات والأبحاث العملية في علاج وتشخيص مرض السكر وعلى مستوى العالم. ده كان بحضور عدد من الكوادر الطبية والمحاضرين كمان من مختلف الجامعات المصرية. نتابع ونرجع تاني. شباب الأطباء يعتبروا هم الهدف بتاعنا من المؤتمر. السنة دي مثلا عاملين دورة تدريبية لأمراض الكلى وأمراض القلب والتمثيل الغذائي في مرضى السكر، ودورة التدريبية دي بيتبعها امتحان، والمتدرب هياخد شهادة معتمدة من انجلترا ومن الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم اللي عندها في مصر. العلاجات التشبيهية دي مش حاجة مش مصرح بيها عالميا، مفيش حاجة اسمها علاجات تشبيهية. احنا عندنا الطب هو العلاجات التي لها تأثير تم إجراؤه في دراسات وأبحاث علمية معتمدة، بحيث ان نعرف النتائج في الاخر هتبقى مطبق على هذه المرضى. الاعشاب الناس اللي بتستخدمها، في دراسات بتعمل على الاعشاب، ومش كل الاعشاب طبعا بتعمل، عشان في الاخر هي مش قصه اعشاب لان اجيب نتيجه وما اجيبش، هو في الاخر التاثير ايه؟ ايه الاعراض الجانبيه؟ ايه المضاعفات اللي بتنتج من استخدام هذا؟ الجمعيه المصريه للسكر ودهنيات الدم هي تجمع لاساتذه السكر او الاساتذه المهتمين بالسكر في مختلف الجامعات المصريه والمعهد القومي للسكر. أسست سنة 2014 ومقرها في الإسكندرية، وبتهتم بكل ما يعني يهم مرض السكر. أهم مضاعفات لمرض السكر هي على الشرايين، الشرايين الدقيقة والشرايين الكبيرة. الشرايين الدقيقة زي مثلا الاعتلال الشبكي واعتلال الكلوي والتهاب الأعصاب الطرفية في الرجلين، إلى جانب الشرايين الكبيرة زي أمراض القلب وأمراض اللي هي الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية والشرايين القدمية. الثورة الجديدة في علاج مرض السكر ده كان في ان هو بأدوية جديدة حديثة بتنزل السكر، وفي نفس الوقت بيبقى لها فوائد تانية، تمنع الجلطات وتمنع الذبحات الصدرية، تمنع السكتات الدماغية. هي الحقيقة احنا عندنا من ضمن الأدوية اللي نزلت حديثا في السكر مجموعة من الأدوية لها مميزات أخرى، غير انها بتظبط السكر كويس قوي، لكن لها منافع على عضلة القلب وعلى الشرايين، فبالتالي بنديها حماية للقلب، وفي نفس الوقت اكتشفوا انها بتساعد على نزول الوزن. فاصبحت من احنا هدفنا في مريض السكر ان معظمهم سمان، فكون ننزل وزن واظبط سكره في نفس الوقت، فدي بحقق ميزتين. مشكله بقى ان الناس ابتدت تستعملها لتنزيل الوزن بدون مرض سكر ما بينهم وبين بعض، مش بوصف الطبيب، يعني ما فيش دكتور بيكتب الادويه دي عشان اخسس حد ما عندهوش سكر. لكن هي من الناحيه العلميه هي موجوده بره، في دول بره بجرعات عاليه ومصرح بها للتخسيس، لكن الجرعات المتوفرة حاليا في السوق المصري جرعات لمرضى السكر فقط، فإلى الآن هي أدوية سكر بيكتبها دكتور السكر، ومميزاتها أنها تساعد على نزول الوزن، ولكن لا يصرح بها كأدوية تخسيس في حد ذاته. عودة لحضراتكم من جديد. وطبعا في كتير مننا بيعاني من مشكلة زيادة الوزن، ويبدأ بقى يدور على حلول، مثلا يدور ان هو يعمل دايت، ينزل الجيم، وغيرها من كتير من الطرق طبعا كلنا عارفينها. بس بقى في أوقات للأسف الشديد الشخص ده ما بيقدرش يخسر وزنه بالطرق التقليدية، يعني مهما عمل دايت ما بينزلش في الوزن، ويكون محتاج عوامل خارجية تساعده شوية، يعني يكون الخسان بتاعه بشكل أكبر، مثلا زي أدوية التخسيس. لكن مع ظهور الأدوية مجهولة المظهر تحت بير السلم واللي بيكون لها أثار جانبية مضرة جدا، وقتها بيكون اختيار النوع المضمون عملية في حد ذاتها صعبة. علشان كده النهاردة هنتكلم ازاي ممكن نعرف ان بعض الأدوية مضرة، وهنتكلم كمان عن افضل الكورسات وافضل المكملات الغذائية للتخسيس، واللي هنكون بإذن الله ضامنين نتيجتها بشكل صحي و
وآمن. النهاردة اللي منوراني، ضيفتي اللي منوراني هي دكتور هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية. إزيك يا دكتور هبة؟ تمام الحمد لله. إيه؟ عاملة إيه؟ تمام. طبعا بنسمع كتير عن أدوية بير السلم بالزبط. وبنعرف أكتر من الآثار الجانبية الفظيعة اللي بتبقى مصاحبة ليها. إزاي ممكن أننا نخس وبشكل مضمون وآمن وما يبقاش فيه الآثار الفظيعة اللي بتحصل؟ الدق في الدماغ، ضربات القلب المتسارعة، ضغط دم يضرب في العلو، وهكذا من آثار جانبية. تمام، حلو قوي. يبقى لازم أول حاجة أتأكد أن الكورس اللي أنا هاخده أو الأعشاب أو الكبسولات لازم تبقى مصرحة من وزارة الصحة. طبعا دي أول حاجة لطريق الأمان، أن أنا بأمن جسمي أن أنا أخد حاجة مجهولة المصدر. الأدوية مجهولة المصدر بتشتغل، بتعمل بلوكينج في المخ، فبتديني إحساس الشبع من المخ مش من المعدة. طب الأعشاب اللي أنا جاية بيها النهاردة اللي هي مصرحة من وزارة الصحة وتصريحها قدامنا بالزبط. دلوقتي أهو على الشاشة، هي دي اللي هتكلمينا عنها بالظبط. الأعشاب دي بتدي إحساس الشبع من المعدة. يعني أنا باخد أول كبسولة بتنزل تنفش في المعدة، فتديني إحساس بالكي كده في المعدة وتديني إحساس بالشبع. فالأوردر بتاع الشبع بيجي من المعدة اللي هو زي الجسم الطبيعي، مش بتلغبط هرمونات، مش بتلغبط إشارات، مش بتلغبط حاجات في جسمي. بلس بقى أنها كلها أعشاب طبيعية. يعني زي مثلا أول كبسولة معانا اللي هي قشور السليم، هي مكونة من قشور السليم، معاها توت بري، معاها نسبة قهوة خضراء، معاها مجموعة أعشاب تانية، بس 70% منها قشور السليم. طب قشور السليم بتعمل إيه؟ أولا بتدي إحساس بالشبع طول النهار. للناس اللي ما بتعرفش تعمل كنترول على شهيتها، هي بتعمل كنترول، بتظبط معدل ضغط الدم، بتظبط معدل السكر في الدم والجلوكوز في الدم، بتظبط لي عمليه التمثيل الغذائي وحركه الامعاء. عشان كده معظم الناس اللي عندها قولون لما بتاخد قشور السليم، وبتتكتب كمان كتير قوي للناس اللي عندها مشاكل في القولون ومشاكل في الهضم، هي بتهدي حركه الامعاء وبتظبطها. فدي كده اول اعشاب معايا النهارده. فبصي اول اعشاب بس هي عملت كل ده، عملت مساحه بالظبط في المعده، سهلت حركه الامعاء بالظبط. وفي مشكله دايما بتصاحب الناس اللي بتعمل دايت، مشكله الامساك، هي بتمنع حدوث صح. اصلا المشكله دي. فدي كده اول اعشاب معايا او اول كبسوله معايا النهارده. تاني كبسوله اللي هي الماجيك بوكس، او اللي هي كبسوله الجمال بقى ونحت القوام، دي مكونه من 70% مثلا منها من جراسينيا. وكلنا عارفين فوائد الجراسينيا، او بدات تنتشر دلوقتي كعشب طبي لما في كتير بدا يطلع يتكلم عليها. الجراسينيا بتدخل تفتت الدهون المعقدة اللي موجودة في الجسم، تحولها لدهون بسيطة وتبدأ تنزل في أي وسيلة من وسائل الإخراج. فأنا كده نحت شكل الجسم، الدهون بقى المعقدة اللي موجودة في البطن، في الأرداف، في الكتاف، في اللغد، في أي مشكلة من في أي مكان من الأماكن بتاع تجمع السمنة الموضعية، هي بتبدأ تنزلها وتحولها لدهون بسيطة. فبالجراسينيا بتعمل إيه كمان؟ فيها هيدروكسي ساتريك أسيد، ده بيمنع تخزين الدهون اللي داخلة جديد من الجسم. يعني انا زي مثلا مش همشي على نظام غذائي وهبدا اكل كل الاكل اللي قدامي، او هاكل مثلا جانك فود او حاجه زي كده، فهي هتمنع تخزين الدهون اللي داخله جديده. تالت اعشاب معانا او تالت كبسوله معانا اللي هي الفينيل، ودي بقى بتثبت لي الوزن، يعني بتخليني اعدي على كل المواسم وبتثبت لي الوزن. ودي معظمها قهوه خضراء، عيد يجي، مولد النبي يجي، حلويات، شم نسيم بقى، مش شم عيد اي موسم هعدي عليه، اي موسم بعك فيه في الاكل. ايوه بالظبط كده، هو ده بالظبط الاكسبريشن المناسب ليها، اي موسم بعك فيه في الاكل. طيب دلوقتي انت قلتي لي المكونات، قولي لي بقى المدد والاوفرز، افتحي نفسي كده عشان احس ان الموضوع يعني مغري بالنسبه لي. عينيا الاثنين. اول حاجه انا يعني اول حاجه هغري بيها حضرتك والناس، أيوة. ان احنا بننزل من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع. واو. ومن 10 ل 15 كيلو في الشهر. وطبعا الكيلوهات المتفاوته دي بتبقى على حسب طبيعه الشغل الشخص، او طبيعه معدل حرق الجسم، او هاخد دايت ولا مش هاخد دايت. انما دي النسب اللي احنا بننزل بيها كل اسبوع او شهريا. أوكي. طيب الناس بقى بتوصل لنا ازاي؟ عن طريق الارقام اللي موجوده دلوقتي قدامنا على الشاشه، او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، بيقدروا يتواصلوا معانا مكالمه تمام، واتساب تمام، مسجات تمام، وبيسيبوا كمان الاسئله بتاعتهم على الصفحات بتاعتنا عشان احنا نطلع ونرد عليها. جميل. نيجي بقى للفقره اللي انت بتحبيها، الاوفر. الاوفر بالظبط كده. احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض معانا
ده عرض الشهر ده للناس اللي عاوزه تخس من 5 6 10 كيلو مثلا في الشهر. ده مكون من الكبسولات الاولانيه اللي هي تحتوي على قشور السليم ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. اوكي تمام. وده عليه خصم 40%. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% ومكون من الاناسيليوم اللي هي مكونه من قشور السليم ومعاها الماجيك بوكس اللي هي مكونه من الجراسينيا، ودي للناس اللي عاوزه تنزل من 15 ل 20 كيلو في الشهر. في الشهرين في الكورس، في الشهرين يعني قصدي الكيلوهات من 15 ل 20 في كورس الشهرين. ده تحفه، ممكن انزل لغايه 20 كيلو. طبعا. اوكي. ومعاها كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وثالث عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الاناستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وطبعا المتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص، وهنشرح برضو ازاي فريق طبي متخصص، والشحن مجاني جميع المحافظات. الاوفر ده لغايه لاول 100 متصل. لاول 100 متصل. اول 100 متصل هياخدوا الخصومات اللي كانت قدامنا اللي هي كبيره جدا على فكره. خصومات من اول 40% لغايه 70% على الكورسات. طيب دلوقتي بقى قولي لي، يعني اصحاب الامراض المزمنه بيبقى في ناس عندها سكر وضغطها عالي او عندهم امراض قلب او بياخدوا اي دواء، هل الكورس ده يتعارض مع اصحاب الامراض المزمنه؟ خالص، الكورس امن جدا من سن 11 12 سنه اصلا لغايه السن الكبير اللي هو 70 80 واحنا طالعين، مفيش اي مشكله خالص. بل بالعكس، الكورس عشان اعشاب طبيعيه بيدخل في علاج كتير من الامراض زي مقاومه الانسولين، زي الغده الدرقيه، زي تكيس المبايض، زي اللي هي خشونه المفاصل والمشاكل بتاعه المفاصل والوجع بتاعها. وكمان احنا حاطين في الكورس فيتامين دي هديه للناس اللي عندها نقص فيتامين دي، لان احنا معظمنا او تقريبا كلنا بيساعد في الخسسان. طبعا فيتامين دي لما بيقل في الجسم بيقلل معدل حرق الجسم جدا، بيزود الطاقه السلبيه، يعني بيخلينا حاسين بالاكتئاب وحاسين ان احنا مش قادرين نتحرك، مفيش باور، مفيش خمول. بالظبط. طبعا احنا كان قدامنا برضو زياده تاكيد على تصريح وزاره الصحه. اوكي. بالظبط، عشان نطمن الناس انها طبعاً كلها اعشاب طبيعيه، وما ننجرفش ورا الادويه مجهوله المصدر او ورا عارفه الترند اللي بيطلع هتخسي 30 كيلو في شهر مدمر الكرش الجبار. بالزبط. وهكذا. لو انما بقى كاتبين مكونات الكورس، انا ايه اللي بيخليني اطلع واتكلم عن مكونات الكورس اكتر من الكورس نفسه؟ أيوه. عشان الناس تقرا تقرا عن الجراسينيا وتقرا عن قشور السليم وتقرا عن التوت البري والقهوه الخضراء والشاي الاخضر، تقرا عن كل مكون او كل عشب بيدخل في تكوين الكورس عشان هي تبقى مطمنه ايه اللي داخل الجسم. طبعا. طيب في ناس بيبقوا جسمهم بالك كده حته واحده، السمنه سمنه كليه، وفي ستات تانية بيبقى وزنهم مش عالي قوي لكن تبصي في منطقه البطن عندهم بطن جامده، ارداف كبيره، دراعات بيبقى في سمنه موضعيه، في زياده بس مش جامده قوي في الوزن لكن كلها سمنه موضعيه. الكورس النهارده هيخدمهم في النزول برضو للاماكن دي ولا لا؟ حلو، هنيجي نتكلم عن السمنه الكليه الاول زي ما قلتي. اتفضلي. السمنه الكليه الكورس هيخدمها لان هو هينزل لي الجسم كله. هينزل لي بقى 20 30 على حسب انا جسمي محتاج انزل قد ايه، او الوزن المثالي اللي متناسب مع طولي قد ايه، فدي السمنه الكليه. نيجي بقى السمنه الكليه اوقات بعد ما بتنزل بتتحول كمان لسمنه موضعية. في اماكن في الجسم زي الفخذين او البطن ما بتنزلش بسهوله. صحيح. فبنحتاج معاها عامل خارجي، ودي وظيفه الماجيك بوكس اللي هو فيه جراسينيا ووظيفه كريم شد الترهلات، لان انا بدهن كريم شد الترهلات بدايه من ما باخد الكورس. فبيبداوا الاثنين يشتغلوا مع بعض، انا بحرق الدهون الموضعيه من جوه وبزود كمان معدل الحرق وشد الجلد من بره. فبعمل الحاجتين مع بعض. أوكي. اما بالنسبه للسمنه موضعيه فطبعا لما بيتواصلوا مع الفريق الطبي وبيبعتوا لنا صورهم او بيقولوا لنا ايه اللي مضايقهم بالظبط في شكلهم او في جسمهم، بنبدا نرشح لهم سواء عرض الشهر او الشهرين او الثلاث شهور، وبناء على كده بنبدا نديهم الانستراكشن اللي هيستخدموا فيه الدواء والدهان بتاع الكريم كمان بتاع شد الترهلات. فهو بيعالج السمنتين، السمنه الكليه والسمنه الموضعيه. طيب دلوقتي في اسئله كتير بتيجي، طبعا احنا شايفين دلوقتي صفحه دايت لايف وان دايت على السوشيال ميديا وعلى فيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي وشايفين الارقام، لكن في سؤال كتير بنتساله، انا باخد ادويه تخسيس بقالي سنين طويله واخس واتخن واخس واتخن واعراض طبعا جانبيه، هل ده يعني ينفع اخد الكورس ده بالرغم ان انا اخدت قبل كده
كورسات مختلفة مزعومة اللي هي تدمير الكرش وحاجات نسمع عنها. حلو، أنا ما عنديش أي تعارض في الأدوية اللي أنا كنت باخدها قبل كده. أوكي. حتى لو كانت هي بوظت هرمونات أو إنزيمات جسمي وبوظت الإشارات أنا ببدأ أصلحها. عشان كده ده أول سؤال بنسأله لما حد بيتصل بينا، طب إحنا جربنا أنواع دايت قبل كده، طب إحنا خدنا أدوية قبل كده، ولازم طبعا بعرف إيه الأدوية وبعرف إيه مكوناتها عشان أعرف هي لخبطت إيه في الجسم. وببدأ أنا... ايوه بالظبط، ممكن تكون بوظت لي الحرق. اه طبعا. هي اول الكورس ده ممكن يعدل لي الحرق بتاع جسمي تاني. الكورس اللي معايا عشان اعشاب طبيعيه وفي مضادات اكسده كتير جدا، هو بيزود معدل الحرق. فهي اصلا كميه القهوه الخضراء اللي فيه، واحنا كلنا عارفين القهوه الخضراء هي بتزود معدل حرق الجسم جدا. فالكورسات التانيه اللي بوظته وقللت معدل الحرق او لخبطت الحرق او لخبطت اشارات الدماغ او عملت اكتئاب او بقى كل السايد افكتس اللي هي بتعملها، انا الاعشاب اللي عندي هي اللي هتصلحه. بالظبط. طيب احنا معانا شيماء على التليفون. يا شيماء مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا استاذه دينا؟ الحمد لله يا شيماء. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. احكي لنا حكايتك بقى، ايه مشكلتك؟ حضرتك انا 86، وزني 86 بس انا قصيره قوي، تمام، وكل التخنه عندي في بطني وفي الجناب، فببان اقصر وببان اتخن. طب انت طولك كام؟ انا طولي 151. تمام. 151. اوكي. كملي يا روح. ومهما رجيم بقى او رياضه او جيم، حتى لو خسيت وشي ودراعاتي بس اللي بيخسوا، لكن بطني وجنابي والارداف زي ما هي، ما بيتحركوش اصلا. حتى لما بتروحي الجيم؟ حتى لما بروح الجيم هي تحسي دهون ثابته مش راضيه تتحرك من مكانها. اوكي. تمام. عايزه اي اسئله ثانيه يا هبه؟ لا كده تمام قوي. هي طيب. قالت لي كل حاجه. بشكرك خلاص. يا شيماء، دكتور هبه هتجاوبك حالا، اتفضلي. مشكله شيماء مشكله ستات مصريه كتير قوي وبنات صح. مصريه كتير، هي السمنه متركزه عندها في محيط البطن والارداف والفخذين من تحت. طيب نعمل ايه؟ اول كورس او الاعشاب اللي معايا هتفيدها في ايه؟ احنا يعني ما دام عاملين كنترول على الاكل، يبقى احنا هناخد جزء نحت القوام او تفتيت الدهون اللي هو الماجيك بوكس، اللي هو مكون من 70% منه جراسينيا. طيب ده هيعمل لي ايه؟ ده هيدخل يتارجت الدهون اللي موجوده في الاماكن دي، لانها هي قالت انا وشي تمام ودراعاتي تمام، لان دول اول حاجه بتنزل صح. لكن فاضل الدهون المعقده اللي متركزه في اماكن السمنه الموضعيه. طيب ده الماجيك بوكس هيدخل، هناخد الكبسوله هتبدا هي تدخل تشتغل تفتت الدهون المعقده اللي موجوده في الاماكن دي او متخزنه بقالها كتير، تحولها لدهون بسيطه وتبدا تنزل معايا من اقل حركه او تنزل في اي وسيله من وسائل الاخراج. طيب ما هو انا لما اخس من الحته دي هيحصل سيلوليت وهيحصل ترهلات وهيحصل ستريتش ماركس، لان انا بنزل من الحته دي بس، ممكن شكلي يبقى افظع كمان. بالظبط كده. فعشان كده عملنا كريم شد الترهلات اللي هو هديه اصلا مع الكورس، فبنبدا ندهنه على الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه عشان يشد الجلد ويحفز الالاستيستي بتاع الجلد عشان ما يبقاش فيه ترهلات. طب ايه رايكم بقى دلوقتي نشوف تجارب الناس، نشوف الناس شكلهم كان ايه وبقى ايه بعد ما اخذوا الكورسات المختلفة؟ نشوف معاكي كده يا دكتور هبة، اتفضلي. شفتي البنوتة القمر؟ يعني طبعا. 85 ايه ده؟ 70. 15 كيلو، عملوا فرق كبير جدا، عملوا فرق في الوان اللبس. انت بس بصي الديتيلز بتاعت الاول، كنت بلبس الوان عامله ازاي، دلوقتي انا قادره البس الوان فاتحه واتحرك، والسمنه اللي كانت موضعيه خلاص اختفت، فطبعا حد جديد. بالظبط. وكمان اللبس بيبقى شكله غير، زائد ان الانسان نفسه بيبقى شكله كانه صغر 10 سنين. واهم من ده كله كده؟ انا صحتي عامله ازاي؟ طبعا. انا قادره اطلع السلم وقادره اتحرك وقادره انزل مع اصدقائي؟ لا طبعا في فرق جامد. طب نشوف الصوره اللي بعد كده. اللي بعده؟ اوكي. ده راجل بقى. قد ايه فرق؟ ده حياته اختلفت. يعني بصي الكرش والتسدي والجناب، انا ده اللي بيفرق معايا قوي. البدله دي كانت مستحيل تتلبس طبعا. طبعا. ولا طبعا. باي شكل من الاشكال. يا 66 وصلنا الوزن المثالي تقريبا. ده قبل كده كان 78 بقى 64. تغيير كبير، حتى يعني بجد، حتى الوقفة، حتى اللبس، حتى التصوير. انت مش متخيلة، في بنات كتير وولاد كانت تيجي تقولي انا مش عارفة اتصور عشان انا ببان تخينة في الصور. بالظبط. طيب نشوف بعد كده، لسه معنا صور. دي تحولت شخصية، دي بقت موديل بقى. دي بقى خلاص. لا خلاص دي بقى، ده اكبر دليل على السمنة برضو الموضعية، سمنة كلية زائد موضعية. بالظبط، فيها الاثنين، فيها الكلية وفيها الموضعية.
دي كده خست تقريبا 37 كيلو. انا بحسب صح ولا ايه؟ 37 من 97 ل 60، 37 كيلو ما يقرب من 40 كيلو. طب دي بتاخد انهي كورس؟ بتاعت 3 شهور. 3 شهور. هل بتحتاج تعيد حاجه بعد الثلاث شهور؟ انت شايفه جسمها بعد كده محتاج اصلا حاجه تعيد؟ لا. بس خلاص. ازاي بقى ما ارجعش؟ ازاي البنوته القمر دي جسمها وحياتها تحولت تماما مع اول تبويض ما ترجعش؟ مين اللي قال لك اصلا انها مش بتبوظ؟ اه انا ما بديش دايت، انا ضد الحرمان في الدايت، بس انها بقى ما تبوظت او انها تحافظ على ده، دي برضو شغلانتنا احنا، اللي هو الكورس الاخير او اخر كبسوله هي بتاخدها، هي دي اللي بتحافظ على شكل الجسم وبتحافظ على حجم المعده وبتحافظ على نسبه معدل الحرق، وبتخليني زي ما قلت لك اعدي بالمواسم كلها وانا وزني محتفظ بيه، اخري قوي يا هنزل 2 كيلو تحت يا هطلع 2 كيلو فوق. بالكتير. بالظبط هم دول اللي مش لازم اسكت عليهم. طب بالمناسبه دي ممكن تقولي لي الكورس تاني بسرعه ونعرف اوفرز كده؟ احنا معانا 3 عروض، اول عرض ده عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الاناسيليوم اللي هي مكونه من قشور السيليوم، ده للناس اللي عاوز تنزل من 5 6 10 كيلو مثلا في الشهر. حلو. ومعاه كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض ده الاولاني ده عليه 40%، ده 40% تخفيض 40% بالظبط. تاني عرض معانا ده عرض لشهرين عليه خصم 50% مكون من الاناثيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، ده للناس اللي عاوزه تنزل من 10 ل 20 كيلو مثلا في الشهرين او الشهرين ونص. تالت عرض معانا ده عرض لثلاث شهور ده عليه خصم 70% مكون 70% يا جماعه، يعني كاننا بنشتريه ب 30% بس من ثمنه. بالظبط. عليه معاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وهو مكون من الاناستاليوم والماجيك بوكس والفينيل، وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه من فريق طبي متخصص مجانيا. اوعوا تفتكروا العروض دي الى الابد الى الابد، دول لمين يا هبه؟ اول 100 متصل بس. اول 100 متصل يا جماعه بسرعه علشان اول 100 متصل يستفيدوا من العروض دي. طيب نشوف كده الناس اللي جربت الكورس كان ردود افعالها ايه، وتعالوا كده يعني نشوف الحديث ما بينهم وبين الفريق الطبي كان عامل ازاي، اسئلتهم ايه، انجازاتهم ايه، نشوف على الشاشه الريفيوز المختلفه. طب مساء الخير يا دكتور، انا بقالي 7 ايام باخد الكورس وماشي على النظام اللي بعتيهولي، وزنت نفسي النهارده لقيت نفسي 66.5، هي كانت 70 كيلو يعني نزلت 3.5 كيلو في اسبوع. هل ده معدل حلو يا دكتور هبه ولا معدل يعني قليل ولا مناسب ولا حسب كل جسم ولا بالظبط؟ انا من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع انا كده تمام، هي كده عامله اللي عليها وزياده، يعني معناها 12 كيلو وشوي، لا 12 15 كيلو في الشهر. بالظبط، ده لو هي فضلت على المعدل ده ما زادتش، لان الناس بعد تاني اسبوع لما بتلاقي نفسها لسه بتنزل هي بتتحمس زياده فتلتزم ازيد بالدايت فتنزل ازيد. والدتي اخذت القرص من عندكم ونزلت عليه 10 كيلو بصراحه ممتاز، فبيسالوها في مده قد ايه؟ قالت انا طلبته علشان النتيجه اللي شفتها مع والدتي، وبتقول هي اخذته من حوالي شهر، والفريق الطبي بيقول لها ان شاء الله حضرتك هتلاقي نتيجه احسن. ده يخليني اسالك طبعا والدتها اللي اخذت الكورس. احنا عارفين ان كل ما السن بيتقدم بينا كستات قدرتنا على الحرق بتقل، فهل الكورس يضمن لي ان انا احرق كاني صغيره تاني وكان يعني احرق زي بنتي ما بتحرق؟ حلو قوي. الاعشاب الطبيعيه اللي معايا او الكورس اللي معايا بيخليكي تحرقي واحنا قاعدين على الكنبه. على الكنب. اوكي. لان كبار السن زي ما البنوته قالت والدتي انا ما بقدرش اقول لهم يتحركوا طبعا، من وجع المفاصل ومن خشونه المفاصل ما ينفعش اقول لها حتى تقومي تعملي الاعمال المنزليه اللي ممكن بنتها تقوم تعملها. فانا لازم ابقى حاطه حاجات قويه في الكورس او اعشاب قويه هي اللي تزود معدل حرق الجسم حتى واحنا قاعدين من غير ما بنتحرك. صحيح. وطبعا هتصغر حجم المعده فهناكل كميه صغيره. بتكمل بتقول ان هي كانت 105 كيلو بقت 95، يعني احنا محتاجين دلوقتي نثبت ولا ننزل تاني؟ طبعا ده حسب الطول والوزن وصورتها، وفي بنات ما بتحبش تنزل للوزن المثالي قوي، بتبقى عاوزه تبقى كيرفي شويه، فاللي هو لا تمام. احنا طبعا دي بقى ميزه الفريق الطبي المتخصص. أيوه. ان احنا بنقعد نتكلم مع الناس ونشوف انت حابه ايه، بعيدا طبعا عن ان احنا لازم نعرف
نعرف الحاله الصحيه وبناخد ادويه ولا لا وجربنا ايه قبل كده ولا لا والعادات الغلط اللي احنا بنعملها عشان نصلحها، فبنوصل للي يرضينا ويرضيهم، يرضينا طبيا ويرضيهم كشكل ليهم. طيب في ناس زي ما قلتي ما بيقدروش يروحوا الجيم، ومش عشان كبر السن، لا علشان الوزن بيبقى زياده قوي قوي على مفاصل والركب وكده ما بيقدروش. هل الناس دي صعب انها تخس بما انها مش قادره حتى تتحرك؟ حلو قوي السؤال ده خالص. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك انا الكورس بتاعي هو هيشتغل يعمل ايه؟ هيزود معدل حرق الجسم، هيحرق الدهون اصلا اللي متراكمه ومتخزنه في اماكن السمنه الموضعيه، هيسد النفس، هيعمل لي كنترول على شرح السكريات، هيعمل لي كنترول على كميه الاكل اللي انا باكلها. فهو انا مجرد ما هاخد الكبسوله هي هتعمل كل حاجه انا جسمي محتاجها عشان اخس. فانا بالتالي لو انا قاعده على الكنبه من غير ما اتحرك او قاعده على المكتب للناس اللي بتشتغل هي الكبسوله هتقوم بالواجب وزياده. طب جميل. في ناس عندهم مع دخول بقى فصل الشتاء بيجي لهم بقى عارفه اللي هو الجوع طول الوقت، وموضوع الجوع بالليل، يعني هم عارفين ان ده غير طبيعي، معدل الاكل غير طبيعي، بس ما فيش تحكم في الشهيه. ده نهم الطعام. طبعا الاعشاب اللي معايا بتعالج نهم الطعام، عشان اول حاجه فيها اللي هي قشور السليم هي بتنزل تديني احساس بالشبع. أوكي. فانا يعني الاحساس الشبع بتاع قشور السليم بيوصل من 7 ل 8 ساعات او كمان 12 ساعه مع بعض الناس على حسب طبعا طبيعه كل جسم. طول الوقت ابقى شبعانه، طول الوقت ابقى شبعانه لدرجه ان في ناس انا اللي بتحايل عليهم ياكلوا. يعني لازم الوجبات الاساسيه بتاعتنا الثلاثه والسناكس اللي ما بينهم لازم اكل. وطبعا اهم حاجه انها بتعمل كنترول على اكل بالليل، ودي طبعا اهم حاجه مع دخلة الشتاء اللي بيتخن طول الوقت. بالظبط. طب احنا معانا ندى على التليفون. يا ندى مساء الخير. مساء النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله تمام. معاكي دكتور هبه حسام لو عايز تسالي اي حاجه. تمام. انا عايزه اسال على مامتي. تمام. هي وزنها 105 وطولها 160. أيوة. تمام. وعندها ضيق تنفس، يعني لما اشوفها سلم بتتعب جدا، فانا عايزه ليها حل. طب في اي امراض تاني غير ضيق التنفس؟ إيه لا، هي عندها بس الفتاء. تمام ماشي، بس مش اكتر. اوكي. تمام. اسمعي يا ندى، دكتور هبه هترد عليكي، اسمعيها حالا. طبعا 105 دي هي سبب اساسي من اسباب ضيق التنفس. طبعا الوزن الزياده، يعني اول ما بنعدي ال 100 انا ببقى متوقعه كل المشاكل دي. ومتوقعه طبعا الدهون على الكبد ودهون على الكلى ومشاكل التنفس. حتى واحنا نايمين هنسمع صوت النفس مش طبيعي. صح. من كميه الدهون اللي موجوده او الدهون او الكوليسترول او دهون الثلاثيه اللي موجوده في الدم. طيب الكورس طبعا احنا هناخد عرض اللي هو 70% كورس لثلاث شهور، عشان اولا نستفيد من العرض، والاهم ان احنا ناخد الاوفر كله او ناخد الكورس كله عشان ننزل نبقى مثلا 70 80، يبقى كده وصلنا للوزن المثالي. بلس كمان ان انا هقلل نسبه الكوليسترول، هقلل الدهون الثلاثيه، كل ده الاعشاب هتعمله. فاول ما هنزل اول 10 كيلو يعني بعد اول شهر هي هتحس ان النفس بتاعها بدا يخرج ويدخل بطريقه صحيه، بطريقه هاديه، ما نسمعش حتى صوت النفس واحنا طالعين على السلم، لان دي طبعا بتبقى مشكله كبيره قوي. صحيح. طيب ايه رايكم نبص على الشاشه تاني ودكتور هبه حسام تقول لنا العروض المتنوعه، وكل عرض هينزلنا كام كيلو وقد ايه الخصم اللي مقدم للكورس؟ تمام. احنا اول حاجه احنا بنتصل على الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. نيجي بقى للعروض. احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الانسيليوم، وده بينزلنا من 5 ل 6 ل 10 كيلو مثلا في الشهر، ومعاه كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من الانسيليوم والماجيك بوكس، وده للناس اللي عاوزه تنزل من 10 ل 20 كيلو مثلا ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، عليه خصم 70% مكون من الانسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي هتنزل بقى 30 او 40 كيلو. وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. معلش عندي اخر سؤال لان فاضل لي بس دقيقه. يعني في ناس بتبقى قلقانه ترجع كل الوزن اللي نزلته ده. تطمنيهم ازاي؟ اطمنهم ان احنا موجودين معاكم. يعني
يعني احنا المتابعه مجانيه، احنا معاكم لغايه ما ننزل في الوزن المثالي، والبعد ما ننزل كمان احنا بنفضل متابعين الناس بتاعتنا، احنا ما بنسيبهاش. لكن الكورس نفسه مؤهل، يعني بيأهل الجسم انه ما يرجع ليش الكيلوهات تاني. اخر كبسولات في الكورس هي اللي بتحافظ على اللي انا وصلت له في اول شهرين من الكورس، تعمل تثبيت، تساعدني اكتر في بالزبط. حتى لو عكيت شويه، حتى لو عكيت كتير والله بيعكوا كتير مش شويه صغير. ربنا يبعد عننا العك يا رب، ويدي الناس كلها الصحه. الصحه دي نعمه من عند ربنا، فما نهدرهاش ابدا بسمنه، لا شكلنا هيبقى حلو ولا صحتنا كمان هتبقى كويسه. بشكر مع حضراتكم ضيفتي اللي نورتني النهارده دكتور هبه حسام، اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا دكتور هبه. وبشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهارده على مدار الساعه اللي فاتت مع ست الستات، احنا لسه يعني في اوائل الاسبوع اهو، وبكره باذن الله نجي لكم حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. يا رب اشوفكم على كل خير، باي.